وأحبابكم وإن شاء الله تكونوا بخير. اليوم من خلال هاي دورتكم من خلال الأستاذ أحمد والأستاذ أبو سجاد أريد نحكي لكم موضوع جدا سهل. وراء موضوع النظافة الشخصية راح نحكي عن كورونا شوية حتى ما نطول عليكم. موضوع النظافة الشخصية، من يعرف شنو هي النظافة الشخصية؟ شنو أنا هسه من أجي أقول لك أنا راح أحكي لك عن النظافة الشخصية. هي شنو النظافة الشخصية؟ النظافة الشخصية كل ما يتعلق بجسم الإنسان، أي شيء أنت إلك تابع إلك خاص بيك هذا لازم يكون شنو؟ لازم يكون نظيف. تنظفه فإن الإسلام شنو؟ نظيف. أول شيء أسويه أهتم بملابسي، أهتم بشعري، نظافة أظافري، نظافة الملابس الداخلية، غسل الأيدي، الكتب، الجلطة، القلم، الدفتر، أي شيء تابع لي لازم يكون نظيف. عندنا أربع طرق لغسل اليدين. شو وقت نغسل يديناتنا حتى نحافظ على نفسنا؟ أول ما أقعد الصبح راح أغسل يديناتي، راح أطلع بالشارع ألعب، من أرجع للبيت قبل كل شيء ما أسوي، لا أزم الصغير ولا أكل ولا أشرب مي ولا أسوي كل شيء، لو باب على المغسلة وصابونة أغسل يديناتي. هاي شنو بعد اللعب؟ أكو هنا شنو؟ أكو هنا جراثيم إسفنجية حوايب، جلدها شلون إسفنجة؟ إذا بس أخلي عليها مي ما راح تموت، لازم ينزل عليها الصابون، تسحب الصابون راح تموت. حتى الفيروسات الموجودة هنا هم راح تموت بالصابون، إذا بس مي ما راح تموت. هسا أنا قعدت الصبح غسلت يديناتي، طلعت لعبت كملت أرجع وين؟ للبيت، أغسل يديناتي. هاي القصة اثنين، من اطلع من الحمام المرافق الصحيه اهم فقره هنا اغسل يديناتي، افركها بصابون حيل، انظف اظافيري زين قبل الاكل وبعد الاكل راح اغسل يديناتي. هنا أنا راح احمي نفسي لمده يوم كامل بغسل يدين. هنا هذين اليدينات هن اللي يجيبن الفيروس وهن اللي يجيبن المرض. واحنا هسه اللي عندنا كل هالشغلات انتقاليه، كورونا، كوليرا، تدرن، التهاب الكبد الفيروسي، الانفلونزا، زين؟ هاي كلها شغلات شنو انتقاليه؟ يعني تقدر تجيبها ايدك هاي تجيبها. اذا انت طلعت برا، لعبت، رجعت ما غسلت، حكيت وجهك او لزمت عينك او لزمت